بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحضور الكريم على الحضور وتشريف هذا الندوة. ففي إطار ندوات دورية لملتقى الحضارات، نتشرف اليوم باستضافة الدكتور عبد الإله بن يوسف معنا في إطار تقديم ندوة حول البحث العلمي. سوف أقوم الآن بطرح تقديم البرنامج ندوة. مع الساعة الآن سوف نقوم بكلمة افتتاح ندوة وتقديم المحاضر من طرف رئيس الجمعية اللي هو سي وعياد العربي على الساعة 3:45. سوف تبدأ محاضرة الأستاذ الدكتور عبد الإله بن يوسف حاضر معنا. بعدها على الساعة 4:45 سوف نبدأ نقاشا حول معطيات المحاضرة. بعدها على الساعة 5:30 إن شاء الله سوف نقوم باستراحة وأداء صلاة المغرب. الساعة 6 سوف نستأنف الجلسة من جديد للتعارف ومساءلة عامة مع المحاضر. على الساعة 7:30 سوف نلقي كلمة اختتام وننهي اللقاء إن شاء الله. فالآن سوف أعطي الكلمة للدكتور أبو عياد العربي رئيس الجمعية الذي سيشرفنا بإلقاء كلمة افتتاح. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبارك لنا في هذه الندوة مع الأستاذ بن يوسف الأستاذ الدكتور عبد الإله. وقبل ذلك أريد أن أقدم لهذا الكلام بنوع من وضع مداخلة الأستاذ في إطار هموم ملتقى الحضارات. ملتقى الحضارات يعني يريد أن يجمع بين أهل الخير من كل الأجناس من كل الأديان، ويريد أن يعرف بهؤلاء وهذه الجهود. ونحن في إطار أخذ المغرب كنموذج للبحث العلمي سيكون لنا إن شاء الله فرصة أخرى الأستاذ يمكن أن يوسع الأمر أكثر بالنسبة للبحث العلمي بالنسبة لما نعيشه الآن وهذه الضغوط الثقافية التي تريد أن يسود البحث العلمي في اتجاه معين. نحن نعلم بأن العلم لا علم دون أن يكون هناك عمل، كما قال الشاطبي رحمة الله عليه، العلم الذي العلم إمام العمل. إذا لا بد للعلم أن يكون له إنجاز وعمل. فحقيقة أن العصر الذي نعيش فيه هناك ثلاثي: العلم، الإنجاز يعني البحث العلمي للإنجاز، والتسويق، الإنجاز للتسويق. فالسوق هو الذي يقوم البحث العلمي، السوق. فإذا كان هناك إنجازا عنده تسويق شامل فعنده قيمة عند ذلك. فنحن نريد هنا أن نفتح المجال لكي نتكلم ونتذاكر فيما بيننا ونفكر ونتحاور فيما بيننا، نفتح المجال أوسع من ذلك عن طريق الموقع الملتقى إن شاء الله بدون حدود. بالنسبة لحاضرنا في بلادنا المغرب، لقد كم من مرة سمعنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ السيد الحسن الداودي يكرر بأن المغرب متخلف للغاية في البحث العلمي. سمعته غير مرة، يغير كل فرصة يقول هذا الكلام. واليوم يتكرر تأكيد هذه الظاهرة من خلال تقرير المنتدى الأورو المتوسطي لمعاهد تعليم العلوم الاقتصادية بكشفه عن تراجع المغرب بمؤشر الابتكار في سنوات الثلاث الأخيرة. هذا آخر تقارير يعني قبل بضع أسابيع.
لقد كشف هذا التقرير صادر حديثا أن المغرب لم يعد أول بلد في الابتكار بالجهة المغاربية منذ 2009، عازيا تراجعه إلى جملة قرارات اتخذها في مضمار البحث العلمي هوت به في التصنيف بعدما كان يتقدمه المغرب والجزائر معا. وفق تقرير تعبئة الرأسمال البشري للابتكار في حوض المتوسط، انتبهوا للابتكار، وسوف نفهم فيما بعد للاستثمار، فإن الإنتاج العلمي في المغرب سنة 1996 كان الأهم في المنطقة المغاربية قياسا بنظيره في الجزائر وتونس من خلال أزيد من 750 منشورا علميا إلى أن بدأ الأفول عام 1909. ولقد أوضح التقرير أن ضعف المغرب في مجال الابتكار يرجع إلى وهن القدرة على ابتكار أفكار جديدة تحرك عجلة السوق. انتبهوا إذن، هذا التقرير الذي يأتينا من الأورو المتوسطي، المعهد الأورو المتوسطي للاقتصاد، ما هو همه؟ هو قضية يعني إذا يعني تحرك عجلة السوق وتخدم تنافسية، بحيث تبوأ المغرب مرتبة 90 من بين 114 بلد عموما، ليس فقط في جهتنا. وعزا التقرير الدولي التراجع الذي عرفه المغرب من حيث عدد المنشورات العلمية التي تم إصدارها منذ بداية 2000 إلى إحالة عدد من الباحثين على التقاعد سنة 2005، أنتم تعرفون عبر المبادرة الطوعية، زيادة على تقليص الاعتمادات المالية التي ترصدها الدولة لمراكز البحث الوطنية، كما أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة التعليم العالي كانت سببا في تراجع المنشورات العلمية، ضاربة المثل بإتاحة المرور من درجة جامعية إلى أخرى، وضعف توظيف الأساتذة المساعدين في الجامعات كي يهيئوا أنفسهم لاستسلام المشعل في السنوات القادمة. ونحن نعلم أنه لا يوجد تنسيق الأبحاث بين المختبرات، وأن التواصل بين الباحثين في المغرب لا يزال ضعيفا، في الوقت الذي لا يزال المغرب مفتقرا إلى القدرات الإدارية اللازمة لاستثمار البنى التي يتوفر عليها. إن أكثر من 60% من المنشورات العلمية المغربية يتم إنجازها مع جهات خارجية يكون الاتحاد الأوروبي مساهما فيها، فرنسا على وجه الخصوص، كما أن انفتاح المغرب في بحثه العلمي على أوروبا لا يوازيه انفتاح آخر على باقي مناطق العالم بصورة كافية. إلا أن الصورة القائمة التي رسمها التقرير الدولي لم تمنعه من الإشادة بالبنى التي يتوفر عليها المغرب على مستوى المختبرات والجامعات والبرامج والجاذبية التي يحظى بها في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن نزوع المقاولات المغربية أكثر فأكثر نحو الاستثمار في البحث العلمي. ثم إن ضعف الابتكار والبحث العلمي في المغرب على المستوى البنيوي يجد تفسيره في مستوى التنمية الاقتصادية بالمملكة، على اعتبار أنه من غير الممكن فصم عرى الابتكار على الكيفية التي تدور بها عجلة الاقتصاد مثلا، وهو في الحقيقة الوضع أشمل من الاقتصاد، ولكن نرى بأن التقرير دائما ماشي في هذا الاتجاه للاقتصاد، وهو ما يستلزم تشجيع المقاولات الوطنية على الإبداع وإيجاد أنشطة جديدة تستحضر معطيات السوق المحلية كما الدولية. يتبين هنا أن السوق من هذا التقرير هو الغاية من البحث العلمي الثلاثية التي ابتدأت بها في البداية،
وأن أهم هذا التقرير مع أهميتها في تحفيز البحث العلمي هو التأكيد على أن البحث العلمي إنما يقوم حسب ما يقومه يقيمه السوق وإتاحة فرص الاستثمار لهذا السوق إلى آخره. نحن الآن سنحاول أن ننظر إلى هذه المعطيات، يعني بأن كيف، ما هو وضع البحث العلمي في المغرب مع الأستاذ الذي هو داخل هذا الميدان، وهو عنوان مداخلته أسس شروط وأسس نهضة هذا البحث العلمي في بلادنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه لهذا الأمر وأن نستفيد جميعا إن شاء الله من هذا اللقاء، وجزاكم الله خيرا. أقوم بتقديم المحاضر الدكتور عبد الإله بن يوسف. فالدكتور عبد الإله بن يوسف حصل على دكتوراه في السلك الثالث في علوم الفيزياء بجامعة محمد الخامس، وعلى دكتوراه في الفيزياء الإحصائية في جامعة باريس الجنوب سنة 1983، وهو أستاذ تعليم عالي في قسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة محمد الخامس منذ 1987، وهو حاليا مشرف على إدارة مختبر المغناطيسيات وفيزياء الطاقة العالية ووحدة التدريب وبحوث الدكتوراه في المادة المكثفة لا ماتيير كوندونسي والنماذج الإحصائية للأنظمة لا موديليزاسيون ستاتيك دي سيستيم ستاتيستيك دي سيستيم، واللتان أسسهما على التوالي سنتي 1985 بالنسبة للمختبر و 1997 لوحدة التدريب. زار كباحث وكأستاذ زائر أو عضو منتسب للعديد من الجامعات أو مراكز البحوث في الخارج بألمانيا مثلا وكندا وإسبانيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، كما يشرف الدكتور عبد الإله بن يوسف ويشارك في العديد من المشاريع البحثية بشراكة مع عدة الجهات والمراكز العلمية الوطنية والعالمية، وهو رئيس تحرير وعضو مؤسس لواحدة من أولى المجلات العالمية الوطنية المتخصصة في الفيزياء، المجلة المغربية للمواد المكثفة Moroccan Journal of the Condensed Matter، وكان من المبادرين إلى تنظيم الاجتماعات الوطنية للفيزياء الإحصائية التي تحولت في وقت لاحق للاجتماعات الدولية للفيزياء الإحصائية والمادة المكثفة. كرس الدكتور عبد الإله أبحاثه على علم التحولات المغناطيسية والكهربائية والسوائل وفيزياء السطوح والواجهات والأنظمة المعقدة. والآن أترككم مع الأستاذ فاضل عبد الإله بن يوسف، فليتفضل مشكور. جزيلا على التقديم، وشكرا للأستاذ بوعياد صديق على الدعوة. و... هناك حل... التقديم الفرنسية شكرا جزيلا، بارك الله. أظن أن الترجمة كانت إلى حد ما متقاربة، لأن أغلب المواد البحوث. وشكر جزيل للملتقى ملتقى الحضارات على تنظيم هذا الندوة في هذا الموضوع الهام الذي يهمنا جميعا، وهو موضوع البحث العلمي. وسأحاول أن أقسم المداخلة إلى أربعة محاور. المحور الأول مقدمة أتناول فيها بالخصوص أهمية البحث العلمي، وإن كان هذه النقطة تبدو بديهية فإنها تستوجب وقوفا ولو قصيرا لتدارك أهمية البحث العلمي في مجتمعات وبالخصوص في مجتمعنا. والعنصر الثاني هو ما جاء به الأستاذ العربي بوعياد، واقع البحث العلمي في المغرب، وسأقف بالخصوص على النقط الضعف في هذا الوضع في هذا البحث العلمي المغربي، نظرا لأن موضوع المحاضرة هو أسس وشروط التي يجب اتباعها للخروج من هذه الوضعية التي يعيشها البحث العلمي في المغرب. وفي كعنصر ثالث
بطبيعة الحال هي الأسس والشروط لخروج البحث العلمي من الوضعية الحالية. وكمحور الرابع بعض النقط التي يجب أن تتخذ عاجلا لتسريع بالخروج من هذه الوضعية. إذن النقطة الأولى في المداخلة كما قلت هي أهمية البحث العلمي. إن كان البحث العلمي في الدول المتقدمة شيئا بديهيا وطبيعيا أن يكون من الأولويات، لأنه واضح من أنه من الرافعات للاقتصاد، ومن هنا كانت البحث العلمي منذ مدة يوضع في المراتب الأولى وفي الأولويات، مما يسمح بإنجاز أبحاث تتمن وتسوق فيما بعد وتؤدي إلى ازدهار وإلى خلق الثروات وإلى خلق مناصب الشغل. مع الأسف في مجتمعنا ما زال التساؤل مطروحا، هل البحث العلمي ضروريا؟ فما زلنا نسمع أناسا من مختلف المستويات ومن مختلف مواقع المسؤولية يتساءلون هل من الضروري أن نقوم بالبحث العلمي، ومعتبرين أن قطار البحث في الدول المتقدمة قد ابتعد بعيد كثيرا عنا ويصعب إدراكه. فيقول البعض هل من الضروري القيام بالبحث، وحتى إذا قمنا بهذا البحث فهل هو مفيد ومجدي، وهل يمكننا جني ثماره؟ أو من يقول هل المغرب بجامعاته ومختبراته ومعاهده للبحث قادر على القيام ببحث تنموي، يعني بحث يصل إلى تتمين النتائج وإلى التسويق، هل بإمكاننا هذا؟ وهناك من يقول أليس من الأفضل امتلاك وشراء التكنولوجيا ثم محاولة ملائمتها مع حاجيات وخصوصيات المغرب ثم بعد ذلك التصرف فيها؟ وهناك أسئلة متعددة، والسؤال الأولوية في البحث العلمي في الواقع في المغرب لم يطرح بعد، أن نضع البحث العلمي من الأولويات واعتباره رافعة من الرافعات التنمية، لم يطرح بعد هذا التساؤل. إذن والسؤال الأخير في هذا المجال هو هل المغرب بأبحاثه قادر على أن يساهم في التعليم في العلوم على المستوى العالمي؟ يعني أن إشعاع البحث العلمي المغربي هل يمكن أن يصل إلى درجة الإشعاع على المستوى العالمي؟ إذن هذه التساؤلات السلبية في حد ذاتها وهي مشروعة بطبيعة الحال، يمكن إنسان أن يطرح هذه التساؤلات، ولكنها تخفي في طياتها بعدم الإيمان بضرورة القيام ببحث علمي، مع العلم أن هذا البحث ومع حسن حظ مجتمعنا أن هناك قوى حية منها هذه الجمعية التي نظمت هذا اللقاء مؤمنة بأهمية البحث العلمي ومدركة لضرورة القيام به للدفع بعجلة التنمية. من هؤلاء المؤمنون بهذه القضية الأساتذة الباحثون، وفي جامعاتنا الأستاذ الباحث الذي يقوم بعمل البحث ومنتج فكري في ميدان البحث يمكن أن يطلق عليه اسم مناضل البحث، لأن البحث في المغرب يعادل تضحيات جسام، لا يمكن القيام بالبحث في ظروف عادية نظرا لعدم توفر هذه الظروف السهلة التي توجد في مجتمعات أخرى. إذن هذا مناضل البحث. وهناك هيئات ومجموعات جمعيات علمية تأسست وتحاول هيكلة البحث العلمي، وهناك أمثلة عديدة أن جمعيات علمية انطلقت وكانت نقطة انطلاق لهيكلة البحث العلمي في ميدان من الميادين، ولدينا أمثلة عديدة. إذن هناك قوى مؤمنة بهذه القضية وتعمل بجدية، وهناك تقارير
توضح هذا. وأذكر على سبيل المثال الأستاذ بوعية تكلم عن تقرير روميديترانيا، وهناك تقارير صدرت في المغرب من أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، تقريرين، تقرير الأول سنة 2009 وتقرير الثاني سنة 2012، وهذين التقريرين ركزا على نقطة ضعف المنظومة الوطنية للعلوم، وكذلك أعطت بعض التوصيات لإدراك الأخطاء ولإصلاح ما هو يحدث الآن في البحث العلمي المغربي. وكان لي الشرف أن شاركت في هذين التقريرين لأنه عمل جماعي لكل أكاديمي المؤسسة. إذن للإجابة على هذه التساؤلات التي تخص هل البحث العلمي ضروري، هل من الضروري أن مجتمع من المجتمعات وخصوصا مجتمعات الدول السائرة في طريق النمو مثل المغرب، هل من الضروري القيام بالبحث العلمي؟ وأعطي مثالين اثنين. أولهما عام، وهو أننا إذا أخذنا على سبيل المثال الدول المتقدمة ورتبناها حسب الناتج الداخلي الخام في محور السينات، ثم أخذنا إنتاجها العلمي والابتكار وبراءة الابتكار ووضعناها في محور الصاد، نجد أن أول دولة هنا هي نفس الدولة، يعني أن أول دولة من حيث الناتج الداخلي الخام هي أول دولة من حيث الإنتاج العلمي، وهذا وليس هناك أي اختلاف، أن هناك تناسب مضطرد بين الثروة أو الناتج الداخلي الخام والإنتاج العلمي، بمعنى أن هذه الدول التي اختارت البحث العلمي كأولوية والتي استثمرت في البحث العلمي الآن تجني هذه الثمار. وبطبيعة الحال إذا أخذنا الدول السائرة في طريق النمو نجد أن الناتج الداخلي الخام ضعيف ونتيجة كذلك إنتاجها ضعيفا. إذن هذا التناسب يبين مدى أهمية هذا البحث، ولكن يمكن أن نعود إلى المستوى الوطني وأقول أنه هل من المعقول أن يهمل بلد مثل المغرب البحث العلمي في ميادين حيوية، أو هل يمكن للمغرب أن يهمل البحث العلمي في ميادين التكوين مثلا، لأن التكوين بطبيعة الحال فيه درجات وفيه مستويات، وأعلى مستوى هو مستوى التكوين بالبحث، هل يمكن للمغرب أن يستغني عن التكوين بالبحث، أو هل يمكن للمغرب أن يستغني عن الأبحاث في الميادين الحيوية؟ وأعطي بعض الأمثلة على هذه الميادين الحيوية. مثلا هل يمكن لبلد ما كيفما كان نوعه متقدما أو غير متقدم أن يستغني مثلا عن البحث في الثروات الطبيعية؟ وعندما أقول هذه الثروات الطبيعية، هل البحث العلمي يمكن أن يكون على مستوى البحث عن أنواع هذه الثروات، عن كمياتها، عن قيمتها، ثم بعد ذلك عن كيفية تثمينها، يعني الرفع من قيمتها ثم تسويقها عوض تسويقها كمادة خام، تسويقها كمادة محولة أو نصف محولة، والرفع ووضع لها قيمة مضافة، بمعنى أن من الغير المعقول إهمال البحث العلمي في مثل هذه المواضيع. وقد يقول قائل أن هذا بحث قطاعي وأنه يتطرق إلى موضوع محدود وأنه ليس موضوع بحث يمكن أن يمس جوانب كثيرة، وفي واقع الأمر هذه أبحاث ذات تعددات متعددة التخصصات، بمعنى يمكن أن تكون فيها الأبحاث في ميدان جيولوجيا، في ميدان علوم بحار، في ميدان الفلاحة، في ميدان المياه، في ميدان، وهذا غير مستقل عن الأبحاث الاجتماعية وسوسيولوجية للساكنة التي يهمها أمر هذه الثروات الطبيعية. هذا مثال آخر، مثلا في ميدان الصحة،
في ميدان الصحة هناك بعض الأمراض التي تنتشر في مجتمع دون غيره أو تكون أكثر في مجتمع دون آخر، وهذا يلزم الدولة للحفاظ على صحة المواطن أن تقوم بأبحاث في هذه الميادين، وهذه الأبحاث على مستوى اللقاح أو على مستوى العلاج أو على مستوى الأدوية إلى آخره. إذن هناك مواضيع حيوية لا يمكن للدولة أن تتخلى عنها. ومثلا في موضوع الفلاحة كذلك نقطة أساسية، لأن الأمن الغذائي مرتبط بقطاع الفلاحة، وأن الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية ضرورية. فهناك يجب أن يكون هناك بحث علمي في المصادر الجينية والحفاظ على التنوع البيولوجي والرفع من الجودة النباتية والحيوانية. وهناك قطاعات أخرى ذات أهمية كبيرة، مثل قطاع الماء، قطاع البيئة وما ارتبط بها من علوم فيما يخص السدود إلى آخره وتدبير المياه، وقطاع حيوي آخر هو قطاع الطاقة. هل يعقل أن دولة مثل المغرب تستمر في استيراد الطاقة بأثمنة باهظة بينما نتوفر على رصيد هائل من الطاقة الشمسية، لأن بعض مناطق المغرب فيها الشمس طول السنة؟ هل ليس من الضروري القيام بأبحاث، وهي اختيار يجب أن تكون اختيارات استراتيجية لتقليص تكلفة الطاقة المستوردة؟ وهناك أنواع أشكال كثيرة من الأبحاث الضرورية، هذه أبحاث ضرورية بغض النظر عن المنظور العام، لأن التنمية مرتبطة بالتطور والتنمية، البحث العلمي مرتبط بالتنمية والتطور. النقطة الثانية وهي هل من المعقول أن نهمل التكوين بالبحث العلمي؟ إن التكوين درجات، ولكن أعلى درجات التكوين هي درجات التكوين بالبحث العلمي، التكوين بالبحث العلمي في إطار تهيئة الدكتوراه أو غيرها. وهذا يجعلنا نبتعد عن الاستهلاك التكنولوجيا الدول المتقدمة دون القدرة على تطويرها. إذ لابد من التوفر على الأطر الكفأة القادرة على الانتقال من البحث العلمي الأساسي وتتمين نتائجه وابتكار والقيام بالابتكار التكنولوجي، وكل هذا بالارتقاء في التكوين إلى أعلى مستوى. ثم هناك نقطة أساسية أخرى، هي أن القرارات والاختيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي تحدد مسار الدولة وتسير بها نحو التطور وتصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة، يجب أن ترتكز على دراسات معمقة وليست على الارتجال، على دراسات معمقة من طرف أطر كفأة تلقت أعلى درجات العلم والمعرفة واحتكت بالبحث العلمي، لأنه عنصر أساسي في التكوين. ولا يمكن أن تؤخذ قرارات في اقتصادية واستراتيجية دون الاعتماد عن الدراسات المعمقة التي ترتكز على المنهج العلمي الذي يكتسب بالبحث العلمي. وهناك ارتكازا على هذا يتضح أن هناك ثلاثية أساسية في ضرورية للتنمية، أولها التكوين، ثانيها البحث العلمي، وثالثها تتمين البحث العلمي، تتمين نتائج البحث العلمي لوصول غاية الابتكار التكنولوجي، ثم تسويق هذا المنتوج، لتسويق هذا المنتوج. فنظرا لحدة التنافسية بين الصناعات وبين الدول، أصبح الارتكاز على هذه الثلاثية عنصر أساسي لتحقيق قيمة مضافة هامة تسمح بكسب رهان تنافسية. لا يمكن، لأن الآن العولمة تمس جميع القطاعات، ولم تبقى الدولة قادرة على
الاحتفاظ بسوقها الداخلي، فهناك تنافسية، وأي إنتاج لا يمكن أن يكون مسوقا إلا إذا كان قادرا على التنافسية، ولا يمكن أن ندخل ميدان التنافسية دون القدرة على الابتكار في الشركات، في المؤسسات الصناعية، وهذا يرتبط أصلا بهذه الثلاثية، تكوين حسن التكوين إلى أعلى درجة منه بالبحث والقيام بالبحث حتى يمكن تتمينه وتسويق هذا التتمين بتحويله إلى ابتكار تكنولوجي. والدول التي وفقت في مسارها هي تلك التي استثمرت في التكوين أولا وفي البحث ثانيا وفي تتمين البحث والابتكار ثالثا، خصوصا وأن المدة الزمنية التي تفصل بين البحث العلمي وتتمينه والابتكار تقصر يوما بعد يوم، أصبحت تقصر وأصبحت المنافسة ضيقة. فأعود إلى تساؤل طرحته فيما قبل، أن تشتري وتمتلك الدولة